अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा की आयत नंबर 175 और 176 की तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम أولئك الذين تربوا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين تلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم پیارے بچو، آپ ان آیات کو تلفظ کے ساتھ ادا کریں اور اس کی مشق کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔